بسم الله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة. أما بعد، ربنا سبحانه وتعالى لا يظلم أحد. إذا كان ريتوا الناس تدعي الإسلام وهم أشقياء فاعلموا أن إسلامهم باطل. ولكل أنا اسمي عبد الله، ولتقول أنا اسمي فاطمة، ولا اسمي خديجة، وهي لا تعلم الإسلام شيئا، فاعلموا أنهم أفاكون ومستحيل باش تصدق واحد منهم. كيف أنت تدعي الإسلام وتقول كذا كذا وترفض الحجاب؟ كيف؟ أليس هناك القرآن؟ أليس هناك سورة النور، سورة الأحزاب؟ أليس هناك سيرة أمهات المؤمنين، بلا زوجات النبي عليه الصلاة والتسليم؟ ولقال اليوم تتبرج، نسيت قد يسحق كهرباء أو تنفضك سيارة أو تضربك صعقة من السماء أو أي شيء، أو غرق والله أعلم بك تموت جيفة، وإلا من تلقي سقاط، يعني من الناس اللي أغلب الصحة متاعهم شات، أنا شات يعني ربي غرق. قلت له أنت تعري اليوم، عرفت اللي بدك هذاك معرض لعين السوء، عرفت اللي يكونوا الناس اللي يتبعوك يطلبوا الكلمة مش ورطوك في خيانة الله؟ أليس لك الواجب، مش عليك الواجب أن تحمي عفتك وتحمي سمعتك وتحمي سمعة الأمة؟ إحنا ليس عندنا من تأكل بثديها، ليس عندنا من تقول ولا تفعل، ليس عندنا من هي خواء في خواء وخندق في خندق ونتن في نتن، ليس عندنا هذا. ومستحيل إذا كان ثم بنات الهوى فهو علامة أن الإسلام ليس تلك الديار، لأنه لا نؤمن بالرايات الحمراء، ولا نؤمن بالمواخير، ولا إحنا نؤمن بالعفة، نؤمن بالطهر، نؤمن بالاستقامة، بالمصابرة، نؤمن بالعب. تعطيني الغرب اللي أنتم تتبعوا فيه، أعطيهم يقتلوا المرأة تتوحقها، كيفاش أعطيتوه؟ تتوحقها باش تختلي لمن تشاء، وحتى ولو متزوجة وقت اللي ما عادش يروق لها الزوجة تسمع لنفسها باش تخونه، تقول لك ايش بي؟ أنا نحب المذاق، نحب البدن الطعم، ولا هذا كله ماذا يعني؟ يعني الإنسان موجود مع الرحمن، ويكون الإنسان يخون من زوج ولا يكون زوجة زوجته، ولا تكون زوجة، شو ماشي من تحب؟ نرى على يدك إذا الخائنين وضموا وقت يخنتوا، مش تنحى النور يتوقف في قلوبك وتنحى. أعطيني شكون الزاني اللي مازال فيه نور، أعطيني شكون الخائن اللي مازال فيه نور، أعطيونا. إذا كان عندهم نور فلي يظهرون لنا، إحنا نعلم عن الظلمات، هم غارقون في الظلمات، لا يعلمون عن الدين شيء ولا يفقهون من حكمه شيئا. وتحبوهم أهل نور وأهل منا ريادة وأهل منا قيادة؟ لا، وحرام عليكم أن تكونوا من الناس اللي عندهم عفة أو يكون عندهم مصداقية. إذا كان اليوم أنتم تعانيوا لأنكم من الخائنين، وقبل ما ننسى الحكومة التقنقراط، يا ناس ما عندكم شراس روحي فلا نجاح يأتي لكم، مستحيل. وقلنا لتونس وغير تونس، والله لن يرفع ربي مقته سخطه إلا أن تستقيموا كما استقام الأول. الأوائل من المسلمين هم قيادتنا عليهم رضوان. إذن أنا أحذر من الحكومات التقنقراطية، وخاصة تونس تورطت، أن تسمع لنفسها من وهم أن يكون الاقتصاد تاعها بحاجة إلى الإذن للصهاينة بكل بالمفضوح. يجاو المفيد عطينا أكل فيلة أكل فتات. وأعلموا لي أنا كطبيب اللي أنا عارفه من زمان، أن يكون السداد كان موجود هنا هو لأنه بنو إسرائيل كانوا سبب فيه، وإذا كان الفقر هنا لأنه بنو إسرائيل كانوا يسرقوا، وأنا شاهد على ذلك. سرقات بالليل والنهار،
واعطيني اذا كان ضرب خونه في تونس معناها وقتل شر قتلى وهو شهيد الحمد لله فمن بني اسرائيل لان وقتها تونس نهبا داخل الخارج بدون قيد ولا شرط وبدون مراقبه وبدون تتبع ها تعطيني الحتي لو قلنا كم مره المال البسيط اللي يجيكم راه هو رش الرماد في العيون لأن المال اللي فعلا يلزم يدخل للبلاد ما تخلش هذا هو الصحاح من بني اسرائيل وهم ليسوا بصحاح بل سراق وناس نهابه وناس يعبدوا العجل فلهذا التواصل كان ناوي التخدير يواصل فباكلها الحكومه دي باكلها يا ناس هذه الحكومه دي اما ترجع لربها ونؤيدها بالدعاء وبالعمل وبالتأييد بكل نوع وإن أبد ذلك فنحن أول الصامدين في وجهها وأول الكشافين لعوارها لأن صبرنا كثيرا حتى صبرنا قوي أننا غائبون أو أننا شبناء أو أننا من الصغار الذل والعار ليس هكذا حقيقتنا بل حقيقتنا نصبر ولكن لا ننسى ولهذا تونس فيها أحرار وحرائر سيصمدون وس بحول الله يؤسسوا لحزب الله حزب القرآن أحب من أحب وكره من كره وإن كانت المعمة وإن كان حزب التحرير ليس لكم بلا شوط بعيد فلا بد من أحراركم أن يكونوا ساموا في بعث هذا الحزب الذي ناديت إليه كم من مرة ولكن لم ألقى إلا الصد ولم ألقى إلا اللامبالاة وهذا علامة أن الناس ما همش ربانيين يقول هذا صحيح لستم بربانيين أنتم ما وضعتم الدين لأغراض سياسية في أنفسكم مرض فاتقوا الله بإخراج هذا المرض من قلوبكم وتطلبوا من الله إصلاح الحال والتوبة وعدم الخداع بالمظاهر خذيتم الكراسي وحرقتكم الكراسي وطلبتم شر طردة ربما تقولون أننا نتراقى وننسحب ثم يكون وثبتنا أصلح هذا يجوز لكن ليس بما سبق به العمل لأن وراكم ربي اللي أنتم لستم بالربانين أحببتم أم كرهتم وأن أقسمتم طول يومكم ونهاركم لا يكون رباني من صنع صنيعكم إلا أحراركم هم أقوالنا وربما يكونوا هم باكورة الجماعة التي ستنشئ هذا الحزب حزب القرآن حزب الله والسلام على من اتبع الهدى.